مساء الخير. اليوم الموضوع عن شخص يتجاهلك، ولكن مش عم يتجاهلك لأنه أنت أخطأت بحقه، ومش عم يتجاهلك لأنه هو بحبك وبده يتقال عليك. لا، اليوم الموضوع هيدا الشخص بيتجاهلك لأنه كان في له مصلحة معك أو غاية معينة، ولما حققها ابتعد، أو لما اكتشف أنه مش رح يحققها ابتعد وصار يتجاهلك. يعني نتكلم عن الشخص الاستغلالي والمصلحجي، وما أكثرهم في أيامنا هذه. ولما نقول مصلحة، يعني هذا الشخص طلب إما غاية مالية، مصاري يعني ماني، ورح نحكي عن الماني بهيدي الحلقة، أو طلب غاية جنسية، أو طلب غاية عملية أو معنوية، مثل ما أنه يوصل لعمل معين من خلالك، أو علاقات اجتماعية معينة، أو تخدمه خدمة معينة. كمان رح نحكي عن هيدا الموضوع. أولاً وقبل كل شيء، ثلاث خطوات أساسية حكينا عنها سابقاً، ورح مرقها مثل ملخص لمن بعدها نشرح موضوع الحلقة. هل ثلاث نقاط الأساسية هن: لا تترجاه، لا تتذلل له، لا تحقق له هدفه أو غايته اللي هو تركك لأجله، أو لما حصل عليها تركك أيضا لأجله. وطبعا بدك تطبق العبارة الشهيرة اللي هي نزلتها من فترة عندي على تويتر وعلى الفيسبوك، بقول فيها: من باعك في المزاد العلني عليك أن تبيعه في سوق الرخص، ومن وضعك احتياطيا عليك أن تضعه على رف السلع الفاسدة. فالقاعدة تنص أن من جعلك صالحا للبيع عليك أن تجعله غير صالح للشراء. عين العقل، كلكم مقتنعين بهالجملة، ولكن بيوصلني تعليقات، واليوم الإجابة على هيدي التعليقات: طيب أنا دكتورة مقتنع بهيدي العبارة ومقتنع بهيدي الخطوات، ولكن مش عم بقدر طبقها، مش عم بيكون في عندي إرادة إني طبقها. علميني كيف أقدر طبق هيدي الخطوات. واليوم الشرح رح يكون عن تقوية الإرادة اللي بتخليك تطبق هيدي الخطوات بسهولة. ولما نحكي تقوية إرادة، يعني نتكلم عن تغيير مفاهيم فكرية وإدراكية معينة أنت لازم تقتنع فيها ضمنياً، لأنه إذا ما اقتنعت فيها أنت مش رح تقدر تطبق هيدي الخطوات بسلاسة وبسهولة. فأول خطوة أن نعمل على توسيع دائرة الإدراك من خلال المعلومات اللي رح أقدمها اليوم. ومن بعد ما تحصل على هيدي المعلومات وتدرسها وتفهمها كتير منيح، هنا يبدأ التطبيق ويصبح التطبيق سهل. هن بالحقيقة ثلاث قناعات وثلاث إدراكات لازم تدركهم. أول قناعة تتعلق بالمال، وقلنا رح نحكي عصري بالقلب مسكته لأن مش معود كتير أمسك دولارات. أول قناعة هي عن هذا الشيء، هذا الشيء الماني أو المال أو الفلوس أو المصاري، كل واحد بيقولها بلهجته. هذا الشيء ما بيكبرك وما بيخليك تكون إنسان. بدك تعرف كتير منيح إنه إذا امتلكت المال مش معناتها أنت صرت شيء مهم، ولا معناتها قادر تستغل الناس، ولا قادر تشتريهم، ولا قادر تحببهم فيك. بعمره المصاري ما جعلت من البشر اللي ما بيفهموا بيفهموا، ولا أيضا قلة المصاري جعلت من الناس اللي بتفهم إنها تصير ما بتفهم أو تصير بلا قيمة. فهيدا الشيء هو فقط وسيلة للعيش، يعني لنجيب أساسياتنا، لنجيب أكلنا، لندفع أجاراتنا، يعني لنعمل بس الأمور المادية اللي نحن بحاجة لها. أما إنه أنت تشتري كرامتك أو تبيع كرامتك لأجل هذا الشيء، فأنت هون عم تنتقص لأهم صفة إنسانية فيك، لأنه الإنسان اللي بيبيع نفسه واللي بيبيع إنسانيته وكرامته لأجل المال، أو اللي بيحاول يشتري كرامة الآخرين أو حبهم أو مشاعرهم أيضا بالمال، هيدا إنسان فقد أهم شيء ألا وهو
إنسانيته. النقطة الثانية هي لا تكن شخصاً آخر كي تعجبه، يعني ما تعمل أي شيء أنت مش مقتنع فيه كرمال تعجب أي شخص كان. لا تغير لغتك، لا لهجتك، لا شكلك، لا قناعاتك، لا رأيك. اللي بدك تعجبه بتعجبه مثل ما أنت، واللي بده يتجاهلك لأنك ما عجبته بشكلك أو بالمال اللي معك أو حتى آرائك وقناعاتك فهيدا ما بيستاهلك. يعني كتير بستغرب الأشخاص، نزلت بوست من فترة عندي إنه عم قول اسمه حذائي وليس شوزي، اسمه دجاج وليس تشيكن، اسمه خلينا نقول ما بعرف، كتير مصطلحات بيستعملوها إنه ليغيروا من لهجتهم العربية، لا إنه هن معتقدين إذا استعملوا مصطلحات أجنبية هيك رح يبينوا كلاس وشعب راقي. لا، مش إذا غيرت لهجتك أو لغتك أو شكلك أو صار معك زيادة مصاري أو تظهرت خاصة للرجال إنه أنت ريتش مان، يعني شخص غني وعندك ممتلكات أو شخص بتساعد وبتعطي، بس تعمل شو أوف هلأ دارج إنه نحن منساعد ومنعمل صدقات وتبرعات. هيدا الشيء على العلن وقدام الكاميرا منظهره لحتى نظهر والله إنه نحن أشخاص عم نساعد. اللي بده يساعد بيساعد بالخفة وما ضروري يصور، ويا ما أنا مساعدة ناس وما بحب أحكي ولا بصورهم ولا بجيب سيرتهم ولا حتى بلمح لإنه أو بنشر أي شيء عندي، لا بفيديو ولا بالكتابة. لا، لأنه اللي بده يساعد بيساعد من دون ما يعمل مظاهر ومن دون ما يقول للناس تعوا شوفوني أنا عم ساعد. هيدا الشيء كله ما بحبب الناس فيك. الناس بتحبك على طبيعتك مثل ما أنت، بلغتك، بلهجتك، بشكلك. وأنا من النوع ما بغير أي شيء بشكلي لأجل حدا، ما بغير أي شيء بطبعي، أي شيء بحكي قناعاتي مثل ما هي، وما بهمني، مع العلم أنه بعرف كتير ناس بتابعوني من مختلف الآراء والقناعات والدول العربية، ما بهمني، بعطي رأيي بكل وضوح طبعا من دون ما جرح حدا، من دون ما أؤذي حدا. هيدا أهم شيء. وبالنهاية اللي بده يحبك بحبك مثل ما أنت، فما تغير أي شيء بفيك أو بجوهرك من أجل الآخرين. النقطة الثالثة والأخيرة، أن تقتنع حتى إذا كل البشر ضدك، تأكد إذا أنت ماشي صح أن الله والعدالة الإلهية معك. لو كل الناس وقفت ضدك، لو كل الناس رفضتك على صدقك وعلى طبيعتك وعلى صراحتك وعلى تواضعك وعلى كل شيء حلو فيك، فتأكد أنه لو الكل تركوك، حتى أقرب المقربين وحتى لو كانوا من أهلك ومن أقاربك أو من الأشخاص اللي بتحبهم أو أصدقائك، فتأكد طالما أنت صح ومش عم تأذي حدا وماشي على الطريق الصح، فإن الله معك ورح يرزقك ورح ينصرك على كل شخص جرحك بيوم من الأيام. وتذكروا دائما إنه الدنيا دولاب، مثل ما بنقول الحياة تدور، واللي ظلمك سوف يظلم بعيد وبكرر مهما كان السبب اللي ظلمك لأجله. تأكد طالما أنت ما بتبيع نفسك، ما بتزل نفسك، ما بتبيع كرامتك، ما بتتنازل عن حقك، تأكد أن الله سوف يكون معك وسوف تنتصر، سوف تنتصر، سوف تنتصر.